موجز الأنباء من زومسا تي في بطنجة، أهلا بكم. اهتزت منطقة بني مكادة بطنجة صباح اليوم على وقع جريمة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من عمرها، بعدما وجه له أحد الأشخاص طعنة قاتلة على مستوى القلب أردته قتيلا. هذا وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع لمعرفة حيثية الحادث. يأتي هذا في سياق تنامي معدلات الجريمة بشكل كبير في الأونة الأخيرة بمدينة طنجة. كشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمس عن مقتل نحو 300 مغربي في العامين الأخيرين بعد انضمامهم إلى تنظيمات متشددة خاصة في سوريا والعراق. وأعلن حصاد أن عدد المغاربة المنتسبين إلى تنظيمات إرهابية يقدر ب 1350، في حين يناهز عدد القتلى 300 شخص. دوليا، أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 9 من رموز نظام القذافي، بينهم نجله سيف الإسلام ومدير المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي، وذلك بتهم منها الإبادة الجماعية وإثارة الحرب الأهلية. أولا، بإدانة المتهمين الأول سيف الإسلام القذافي، والثاني عبد الله محمد السنوسي، والثالث البغدادي علي المحمودي، والرابع منصور ضو إبراهيم عما أسند إليهم، ومعاقبتهم جميعا بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص. في أخبارنا الرياضية، احتفلت مجموعة هيركوليس ألتراس فريق اتحاد طنجة احتفلت بالذكرى 8 لتأسيسها، وذلك في شاطئ البلدي للمدينة. أعضاء الألتراس وعشاق فارس البغاز حجوا إلى الشاطئ البلدي حيث قاموا بالإعداد للاحتفاليات التي توجت بالألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي أضاءت سماء المدينة. رياضيا دائما، سيخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مباراتين وديتين ضد إحدى المنتخبات التالية، غينيا ومالي والكونغو والسنغال والكوديفوار، في أكتوبر المقبل بالمركب الكبير بمدينة أكادير، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية برسم الدور الثاني من تصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وكانت قرعة تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم المقررة في روسيا، والتي جرت عملية سحبها السبت الماضي بمدينة سان بيترسبورغ الروسية، أوقعت المنتخب المغربي في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية برسم الدور الثاني المقرر في نوفمبر المقبل في أول مباراة نحو المونديال. نختم من الصين، حيث نجح جراحون صينيون بأحد مستشفيات هونان الواقع جنوب وسط البلاد في زراعة جمجمة صنعت بآلة طباعة ثلاثية الأبعاد لطفلة مصابة بمرض استسقاء الرأس لتواصل نموها بطريقة طبيعية. انتهت العملية الجراحية بأحد المستشفيات بالصين والتي دامت 17 ساعة انتهت بنجاح. وقام أطباء جراحون خلال العملية بزرع جمجمة صنعت بآلة طباعة ثلاثية الأبعاد في رأس طفلة ذات 3 أعوام مصابة بمرض يتسبب في تضخم الرأس. بهذا الخبر ننهي الموجز، في أمان الله.